بسم الله. دلوقتي هاجي ارسم مبنى من هنا، اقول له اوكي. اول تبدأ تختار الشكل بتاعه وكل حاجة، الارتفاع بتاعه اهوت. طيب عايز ارسم قبة مثلا فوق الشكل دوت. بكل بساطة هقول له مثلا عايز ارسم دوم، وشوف الارتفاع بتاعها بقى ايه. تمام، اقول له مثلا ده نص قطر اهوت. تمام، هيروح ارسم لي القبة. أقدر أستخدم الأوامر اللي هي بتاعت زوم، زوم تو فيت أساسي ميلي الشكل، بين ويندو أنقل الشكل، زوم لجزء معين. بعد كده أقدر أعمل إيه، أخد منفذ مثلا كوبي بعد ما خلصته، أعمل كوبي كده سيلكت ورايت كليك واقول له كوبي او موف او كلون او ميرور او روتيت او ستريتش او ديليت. نفس الامر الموجوده اهيت، لما بتعمل سيلكت على حاجه بتبدا تظهر لك الاشكال دي كلها، تقدر تقول له موف مثلا من هنا لهنا. او كلون هنا بيكرر الشكل زي ما انت شايف، او روتيت او ستريتش او ديليت. دي كلها اوامر بتساعد في الشغل بتاعك. طيب لو انا عايز ارسم جزء صغير هنا كده، فبقول له اد سيرفيس وباجي ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت. تمام، ممكن اقول لا ارسمها على شكل مربع. تقدر تختار اي جنب من الجوانب ترسم عليه. طبعا في هنا موضوع السناب، بحيث لو انت تشغل عايز تشغل السناب تقدر تشغل السناب. لو مثلا انا عايز اشتغل في السناب بارل نورمال اكس واي وزد زي ما انت عايز، انا هنا هقول انا مش عايز ارسم سيركل، انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل او عايز ارسم بول لاين، فيبدا هو يظبط لك الرسم بتاعك. ممكن اقول له مثلا عايز ارسم في الجزء دوت، وتقدر تكتب الرقم اللي انت عايز تعمله زي انبساط او اوكسيت روت، ونقدر نعمل دراج فيس، يعني نختار فيس معينه زي دي مثلا واعمل لها انبساط بالشكل ده. نقدر نيجي هنا اقول له بليس كونستراكشن لاين، ترسم اللاين اللي انت عايزه، وممكن تقول له انا عايز ميجر ايس، تيجي تقيس مثلا من هنا لهنا.